ازيكم عاملين ايه النهارده؟ باذن الله اول فيديو ليا على اليوتيوب. مهم عايزكم قبل ما ابدا الفيديو تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو اعمله يوصل لكم. تمام. النهارده بقى انا وميسي، عرفهم على نفسك يا ميسي. ميسي عبد الحليم الميسي. هنعمل تحدي الاندومي، اللي هيخلص الاندومي اول هيحكم على التاني بحكم. نبدا بقى والله شايل دجاج اصلا. يلا لازم اخلص قبلك. هتخسر. التحدي الاصعب بقى يعني الاندومي دي لسه معموله ومولعه، غير ان هي سخنه مولعه شط. انت بتخم اقسم بالله العظيم لو كسبت هدمرك. تعمل ايه؟ نزل. عايز ايه؟ هدمرك. يلا بس يلا يلا. تاخد بالمعلقة. ابو العربي ما يخسرش ابدا يا جدعان. بعبدك بوكيد اسمه. ربنا نقلص دواء الحميات على طول. ربنا على الحميات. ايه مصدر؟ كسبت يا جدعان. احكم عليه بحكم. لا ما قادر بالله. هحكم عليه بايه بقى؟ مثل بقى، مثل. يلا معلقه شطه ولا ليمون؟ تختار يا معلقه شطه يا ليمون. هات ليمون تاني. تاكل ليمون تاني؟ ليمون تاني مع بعض. طيب ليمونه. عشان بطني مش قادر. يعني جدعان عشان بس ايه؟ ليمونتين اهم. ليمونتين. يلا اللي كسبت يا جدعان. قول لي احساسك ايه وانت بتاكل ليمون؟ فرحان والله. والله فرحان. خش على التاني على طول. انا عايزك على طول. انا مش هبلعها. انا عايزك على طول. انا ابلعها؟ ايوه. ايوه هو التحدي كده. بالقشر. بالقشر. بالفيزا اللي بتاعه؟ ايوه. لا اجمد يا بطل. يا عم ده انا هموته. تحديات صعبة قوي. يا عم خلي بقى مرارة يا عم. يلا يلا يلا. تحدي بص على بوم. ابدع الاسم ازاي؟ مرارة بقى. مرة بقى. في نهاية الفيديو يا جدعان احب اقول لكم، في نهاية الفيديو اقول لهم اعملوا لي سبسكرايب في القناة. اعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان بص كل جديد. هو راح الوقت يرجع في الحمام. اخواتي اخواتي السلام عليكم.